للوقوف مشاهدينا عند هذه النقطة. يلتحق بنا عبر خدمة سكايب دكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف السويسرية. مساءك سعيد سيدي. مساء الورد لك ولمشاهديك الكرام. شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. إذا نبدأ معك من نقطة اللا مفر منها، وهو الأمر المحتوم والأمر المنطقي، الأمر الذي به يجب وبه تعود سكة الاستقرار والأمن لأي دولة، وهي الحوار السياسي والمبادرات السياسية عوض المبادرات العسكرية التي تتغذى بالعنف أكثر فأكثر. مبادرة الجزائر أستاذ رياض السيداوي نحل الأزمة في النيجر في غضون 6 أشهر، كيف ترى هذا الحل من الناحية السياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد؟ نعم أحسنت ما قلته. سياسيا سأترجمه أولا قانونيا حسب القانون الدولي، ماذا يقول القانون الدولي في حالة النيجر. طبعا أي تدخل عسكري في أي بلد ما في العالم حتما ويقينا حسب القانون الدولي يجب أن يمر عبر قرار يصدره مجلس الأمن ودون أن يعترض استخدام حق الفيتو، وأي تفعيل الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. الفصل 7 ينص إذا ما تم تهديد السلم العالمي في مكان ما فممكن تشكيل قوى عسكرية للتدخل في هذا المكان باعتبار أن السلم مهدد، بشرط أن يصدر قرار إجماع من مجلس الأمن، يعني القوى التي تمتلك حق الفيتو لا تعترض، فيصبح القرار يصبح قرارا قانونيا ويصبح التدخل العسكري قانونيا. هذا الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة. الجزائر تشتغل في الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة. ماذا يقول الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة؟ يقول في حالة وجود صراعات أو أزمات سياسية في العالم فإنه يستحسن أن تستخدم الطرق السلمية والقيام بالمساعي الحميدة لإيجاد حل سلمي للأزمة وتجنب الحرب. إذن الجزائر والدبلوماسية الجزائرية منذ اليوم الأول فعلت الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة، على عكس من يقرأ طبول الحرب سواء فرنسا وبعض دول الكواسو الذين يريدون التدخل العسكري في النيجر دون قرار مجلس الأمن، يعني خرق للقانون الدولي واختراق للقانون الدولي وسخرية وازدراء للقانون الدولي. هذا لا يمكن أن يحدث. إذن الجزائر مع الشرعية الدولية، الجزائر مع تطبيق روح مبادئ الأمم المتحدة، أيضا من مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة هو حق الشعوب في تقرير مصير، يعني لا يمكن أن تقرر مصير شعب خارج. شاهدنا غزو العراق 2003 إلى ماذا أدى؟ تدمير الدولة العراقية وكارثة إنسانية، ثم نتحدث عن مليون قتيل عراقي بعد 2003. شاهدنا التدخل العسكري في ليبيا ماذا قدم؟ الجزائر قالت لهم استفيدوا من الدروس. أحمد عطاف تبعته وندواتي الصحفية كاملة وإجاباته على كل الأسئلة. إذن عندنا المثال الليبي السيء، تدخل عسكري بتعالة نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والنتيجة كارثة أي تدمير الدولة الليبية. إذن الجزائر وخطواتها وهذا المشروع الذي تقدم به، الخطة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون ومنفذها طبعا وعربها هو وزير الخارجية السيد أحمد عطاف، هو كما قلت يعكس تماما روح الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة، أي الحلول السلمية، المسار السلمي لحل الأزمات وليس الحروب. الحروب لا يمكن إلا أن تزيد الأزمة أزمات وتعمق الجراح، وهي تؤدي إلى ماذا؟ إلى كارثة إنسانية ستمس الجميع، لأن الأفريقي سيقتل الأفريقي، ستسيل دماء الأفريقية أنهارا. الجزائر تريد حقن هذه الدماء. نعم أستاذ رياض السيداوي ابقى معي، أكيد سنعود للنقاش بعد هذا الفاصل مشاهدينا ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، تكملة لنقاشنا مع ضيفنا عبر خدمة سكايب الدكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف السويسرية، ونناقش مشاهدينا أكيد مبادرة الجزائر لحل الأزمة بالنيجر، طبعا كما أشرنا كحل سياسي في غضون 6 أشهر بدل أي تدخل عسكري طبعا، والذي يجر المنطقة إلى عواقب أخرى ومشاكل أكثر وأكثر، خاصة في منطقة ما يسمى بمنطقة الساحل. عودة ليك دكتور، مرافعة الجزائر للخيار
السلمي بدل العسكري واستبعاده تماما فكرة الخيار العسكري. شفنا أن الجزائر ترافع من أجل عدة نقاط كبقاء بازوم رئيس شرعي وفق الدستور طبعا في النيجر. هذا ربما هذه النقطة محفزة جدا على أنه يبقى الفرقاء للجلوس على طاولة الحوار بدلا من المضي نحو الانفلات الأمني. نعم طبعا في انتظار أن يعود ضيفنا أكيد الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف السويسرية. كنا نتحدث إذا مشاهدينا عن مبادرة الجزائر لحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي، استبعاد الخيار العسكري تماما من قائمة معالجة هذه الأزمة. وأيضا وقفنا عند نقطة طبعا الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون الذي أشار إلى أن الجزائر ترفض أي خيار عسكري وتدخل عسكري في النيجر. طبعا الجزائر تترأس مبادرة لاستعادة النظام الدستوري بالنيجر وأيضا رفض أي تدخل كما أشرنا لتدخل العسكري للتراب النيجيري طبعا. وفي انتظار طبعا يعود الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف السويسرية للحديث أكثر في هذا الموضوع. إذن مشاهدينا نعم يعود إلينا الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف السويسرية. دكتور كنا نتحدث عن مشاركة جميع الأطراف، زيارات مكوكية يقوم بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى عديد من دول الإكواس، غانا كان له زيارة لها وأيضا نيجيريا، كثير من الدول اللي نعم اللي كانت تشجع الخيار العسكري، ولكن على ما يبدو أنه في ظل الخطوات التي تقوم بها الجزائر هنالك ربما تردد نوعا ما والعودة إلى الوراء بخطوات يعني في إطار مبادرة الحل السلمي. نعم هو السيد أحمد عطاف مهد لهذا المشروع طبعا بزيارة لواشنطن ولقاء بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وأصدار بيان وتوافق في الرؤى بين أمريكا والجزائر، معناهما مع الشرعية وضد التدخل العسكري، لأن التدخل العسكري سيفاقم من الأمور ويجعل الأمور كارثية بيتم معنى الكلمة. ثم قام السيد أحمد عطاف بزيارة إلى غانا وبنين ونيجيريا وهي الدول إكواس متحمسة للتدخل العسكري، وأقنعها تحاور مع وزراء خارجيتها ورؤساء دولها وأقنعهم بالمقاربة الجزائرية بمعنى أن الحل يكون سياسي سلمي، فلنفعل الفصل السادس من الميثاق المتحدة. الحرب ستكون كارثة على الجميع، ليس على شعب النيجر فقط وإنما حتى على القوى الإفريقية المتدخلة، ثم لا توجد أي ضمانة بانتصار أو وجود نموذج، وعندنا المثال الردي وما حدث في ليبيا، ما حدث وتدمير الدولة الليبية، لأن الحرب ستؤدي إلى كارثة في كل بكل أتم معنى الكلمة. اقتنع حسب رأيي رؤساء الدول الإفريقية المعنية بوجهة نظر الجزائرية، ولاحظنا أنهم خففوا من حدة دق طبول الحرب غزو النيجر. وللأسف الشديد لابد أن نقول أن الدبلوماسية الجزائرية ذكية ومحنكة، تعرف أن المستفيدة ومن يغذي الحرب ومن يريد هذه الحرب هي فرنسا، هي فرنسا بالذات التي تقرأ طبول الحرب وتريد تدخل عسكريا لإنقاذ مصالحها، لإنقاذ اليورانيوم وإنقاذ الذهب الذي تنهبه من بلد النيجر بدون وجه حق. ثم الشعب النيجر يتظاهر سعيدا بالقادة الجدد، هذا الشعب يريد أن يقول كلمته، أيضا يرفع في أعلام الجزائر وأعلام روسيا إلى آخره. فإذا الجزائر واضحة هي تحترم الشرعية الدولية، ثم قدمت مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر. نعرف أن قادة المجلس العسكري في النيجر تحدثوا عن مرحلة انتقالية بـ3 سنوات، 3 سنوات ربما طويلة ولا تطمن عواصم كثيرة،
إذا مرحلة انتقالية الجزائر اختصرتها في 6 أشهر، بمعنى وهذا اختيار يعني حسب رأي براغماتي يقنع الجميع، يستطيع أن يقنع المجلس العسكري ويقنع كل الأطراف النيجر ويقنع الدول الأفريقية أيضا. نتذكر أنه عبد الرحمن سوار الذهب رحمه الله، الفريق عبد الرحمن سوار الذهب، لما تدخل الجيش في السودان على أثر ثورة شعبية ضد جعفر النميري استلم الحكم وقال مرحلة انتقالية لمدة سنة لا أكثر ولا أقل، لم يزد يوما، يعني بعد سنة من فاز في الانتخابات سلموا مقاليد الحكم. إذن 6 أشهر حسب رأيي هي يعني تقنع الجميع باعتبارها أنها عقلانية براغماتية وتؤدي إلى حل عملياتي، حل من الممكن أن ينزع فعلا فتيل الحرب. لاحظنا نوعا ما أن دق طبول الحرب خفت، طبعا هذا يزعج فرنسا، الحل الجزائري يزعج باريس ويزعج فرنسا لأنها تريد حلا عسكريا وتريد نهب ثروات النيجر. نعم. فرنسا ربما تحاول تمتين أقدامها أكثر وأكثر في النيجر لاستغلال الثروات الطبيعية دكتور رياض الصيداوي، وهذا ما شفناه أنه دائما تشجع التدخل العسكري. دكتور، الجزائر ربما حاولت أو الجزائر حاولت أن تعكس تجارب كثيرة في المنطقة الإفريقية وحتى خارج المنطقة الإفريقية ومنطقتنا العربية من خلال التدخل العسكري. شفنا كثير من الدول العربية كان فيها تدخل عسكري، وبعد التدخل العسكري عانت الكثير من الويلات وما زالت إرهاصات تلك المعاناة إلى يومنا هذا. والجزائر ترفض سياسة الانقلابات مثل ما حدث ربما في السودان، وإلى يومنا هذا السودان تعيش واقع أمني غير مستقر تماما. نعم طبعا، يعني عندنا المثال العربي الصارخ من كل تدخل عسكري في الواقع، هو طبعا ما فيش دول ترسل جيوشا في الواقع من أجل الحرية والديمقراطية، نعرف أن هذا خداع للرأي العام الغربي في الحقيقة، من أجل البترول، من أجل المعادن، يورانيوم، ذهب، من أجل المصالح مباشرة، يعني تدمير الدولة الليبية سنة 2011 بتعلة حماية المدنيين، فدمروا وغيروا نظاما بالقوة العسكرية الخارجية، وعلى فكرة هذا ممنوع في القانون الدولي، عودة للقانون الدولي الذي يمنع تغيير الأنظمة من الخارج بالقوة من الخارج، لأن هذه ديناميكية شعوب. نفس الشيء حدثت مؤامرة على سوريا لكن أفشلتها سوريا وحلفائها. نفس الشيء العراق تم غزو سنة 2003 بدون أي سند قانوني، بدون أي قرار من مجلس الأمن، هكذا قانون القوة من أجل البترول. العراق ونرى ماذا عاش العراق، فما نتحدث عن أكثر من 1,000,000 قتيل منذ 2003، وفتن وضرب ومضروب وقتل ومقتول، مآسي إنسانية. إذن لكن لما لا تكون هناك مصالح مثل أمريكا في الصومال، خسرت طائرتين هليكوبتر و8 جنود، خرجت تركت الصوماليين يتقتلون لمدة 20 سنة، يعني لم يعد يهمها الأمر لأنه لا يوجد بترول، لا يوجد يورانيوم، لا يوجد شيء هام بالنسبة إليها. إذن واضح أن الجزائر واعية، الدبلوماسية الجزائرية واعية أن أي تدخلات عسكرية في العالم هي في الواقع من أجل المصالح والمصالح فقط، لكن يبحث عن تبريرات، يبحث عن إقناع الشعوب وخاصة الشعوب الغربية عالميا بأن هذه الحرب من أجل الحرية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل الديمقراطية، من أجل الشرعية إلى آخره. لكن كلنا نعرف أن لو حدثت لا قدر الله حرب على الشعب النيجر فإنها ستكون حرب فرنسا من أجل اليورانيوم وذهب النيجر لا أكثر ولا أقل. ولم يكن هناك يورانيوم وذهب في النيجر لما اهتمت بها فرنسا أصلا. نعم نعم. دكتور رياض الصيداوي، ربما سنذهب بعيدا إلى شق آخر ربما في نقاشنا، نتحدث عن أو انقلاب حدث في النيجر. هذا الانقلاب من وجهة نظر الشعب النيجيري الآن يراه بأنه انقلاب شرعي، لأنه انقلاب ضد إمبريالية، ضد استغلال لثروات الشعوب المستضعفة داخل القارة الإفريقية. أضف إلى ذلك غير بعيد عن النيجر، مالي عاشت نفس التجربة، بوركينا فاسو عاشت نفس التجربة. بالأمس أو أول أمس الإعلان في أو إعلان نتائج الانتخابات في الجابون أسفر بعد ذلك إلى انقلاب لضباط عسكريين عن النتائج في البلاد. هل ترى أو ضد طبعا رئيس الجابون واللي هو يوصف بأنه موالي للنظام أو موالي للأجندة الفرنسية،
هل ترى بأن هذه الظاهرة أو يمكن القول عليها بأن ظاهرة صحية لهذه الشعوب التي تستنفر اليوم ضد الاستغلال الفرنسي في القارة الإفريقية؟ هو بالتأكيد أنا شخصيا عندي تيبولوجيا يعني تصنيف للانقلابات العسكرية. نعم. ثم انقلابات وطنية ثورية تهدف إلى قلع ملكيات استبدادية وأنظمة فاسدة مستبدة إلى آخره، من انقلاب 23 يوليو 1952 في مصر ضد ملك فاسد ليس حتى بمصري وإنما ألباني، وضد ملكيات استغلت شعوبها وفرضت يعني استعباد شعوبها، وثم في المقابل انقلابات عسكرية يمينية تقوم بها الطبقة المستبدة. على سبيل المثال الانقلاب في تشيلي بينوشي ضد أليندي، أليندي كان منتخبا انتخابا ديمقراطيا، لكن حدث بينوشي قام بانقلاب من عسكري ضده وهو منتخب بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدعم من السفارات الغربية. نفس الشيء فرنسا خططت وقامت ودعمت انقلاب بليس كامبراوري في بوركينا فاسو ضد صديقه توماس سانكارا، لأن توماس سانكارا بدا سياسة التحرر الوطني فقامت بانقلاب فرنسا. يعني نفس المحاولة كانت في فنزويلا دكتور، الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية. بمعنى اليوم القارة الأفريقية حسب رأيي تتحرر من الهيمنة الفرنسية، بدأت تجوب مريض أفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بوركينا فاسو النيجر اليوم الجابون أيضا. هذا كيف يعني سنقول نتيجة ديمقراطية و64% وهذه عائلة تحكم من عام 67 مسك السلطة عمر بانجو ورثها لابني علي بانجو من 2009، زوجته فرنسية زوجة رجل أعمال فرنسي ابنة رجل أعمال فرنسي عفوا، شركات فرنسية تنهب في خيرات الجابون صباحا مساء. دائما الجيوش والضباط والجنود عندهم الروح الوطنية، روح أنه ولاهم للبلد ولاهم للشعب أكثر من ولاهم للحاكم. صحيح. والطبقة الحاكمة فانحازوا إلى الشعب، لهذا نرى مظاهرات فرح يعني باريس تندد والشعب الجابوني فرح وينزل مظاهرات عارمة للفرح. نفس الشيء باريس تندد بقادة الجيش في النيجر والشعب النيجري ينزل فرحا ويحرق في العلم الفرنسي ويرفع في العلم الجزائري والروسي والمالي وبوركينا فاسو. إذا أنا أدرج هذه الانقلابات في إطار حركات التحرر الوطني ضد الهيمنة ضد الاستعمار ضد استغلال ثروات هذه البلدان، والدليل على ذلك أنها الشعوب سندتها ولم تعارضها ولم تتظاهر ضدها، بل العكس هو الذي حدث، وهو أن الشعوب احتضنتها كما احتضنت الشعوب بثورة 23 يوليو 1952 في مصر، أو الثورة الجمهورية في اليمن عام 62، أو الثورة الجمهورية في العراق عام 58. ابقى معي دكتور ابقى معي، سنذهب إلى فاصل أكيد وأعود، لأنك ذكرت نقطة جد مهمة سأعود للنقاش معك فيها. إذا مشاهدينا توقف عند فاصل ونعود إلى النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية ونقاشنا أكيد حول الأزمة في النيجر، مبادرة الجزائر لحل هذه الأزمة. وتحدثنا دائما عن رفض الجزائر لأي تدخل عسكري في أزمة مثل هذه الأزمات، وبالتحديد أزمة النيجر وحتى أزمات أخرى في إفريقيا. ثم عرجت مع ضيفي الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف السويسرية إلى قضية أيضا الجابون أو ما يدور في الجابون، وطرحت عليه سؤال هل هذه أو ما تشهده القارة الإفريقية ودول القارة الإفريقية من انقلابات وتأييد للشعوب لهذه هؤلاء الضباط وللعساكر هي ظاهرة صحية ضد الاستغلال الأجنبي. كنا تحدثنا وأشار الدكتور رياض الصيداوي إلى الحركات التحررية. دكتور، من هذه النقطة ومن هذا المتغير بالذات الحركات التحررية، هل العالم أو القارة الإفريقية بالتحديد تشهد عودة المرحلة السابقة اللي عرفتها الكثير من دول في العالم اللي هي الحركات التحررية في دول العالم اللي شهدتها، هل نفس الشيء سيكون المنطلق من أفريقيا ضد كل ما هو استغلالي؟ نعم، أعتقد أن حركات تحرر وطني وهي بصدد استغلال فرصة ذهبية هي تعدد الأقطاب في العالم. نعم. نعرف مع انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة أمريكا يعني حديث القطبية على العالم، الأجندة الأمريكية يعني فرضت على أغلب دول العالم وأصبحت حركة التحرر في حالة انكماش
لأنه ثم إن صح التعبير شرطي واحد لهذا العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. ونحن على الأقل كعرب خسرنا فيها العراق، خسرنا فيها ليبيا، كدنا نخسر سوريا، يعني تضررنا حال اليمن إلى آخره، تضررت فيها الأمة العربية بشكل كبير جدا. الآن ثم فرصة ذهبية جديدة في الواقع، تبلور نظام عالمي جديد منذ الحرب الأوكرانية الروسية وخروج العملاق الصيني الذي تقول يعني حسب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إحصائيات أن الناتج الداخلي الخام الصيني سنة 2030 سيتجاوز الناتج الداخلي الخام الأمريكي، والنشاط الاقتصادي الكبير جدا في إفريقيا لأن الصين لم تستعمر دول إفريقية، روسيا لم تستعمر دول إفريقية، روسيا ورث الاتحاد السوفيتي دعمت الدول الإفريقية وحركة تحرر من جنوب إفريقيا من نيلسون مانديلا، باتريس لومومبا اسم جامعة في موسكو وهو شخصية يعني وطنية، وحركة تحرر تم اعدامه من قبل القوات البلجيكية إلى آخره. يعني الآن ثم فرصة ذهبية لهذه الدول الإفريقية، وطبعا السلطة المضادة للفئات الحاكمة فاسدة في حالة تبعية مطلقة تعمل أجندة المستعمر الفرنسي وغيره، السلطة الوحيدة المنظمة والمضادة هي سلطة الجيش أو الضباط الوطنيين في أي جيش كحركة تحرر وطني. هم استفادوا من هذا الظرف الجديد، استفادوا من الصعود الصيني، يعرفوا أنه لم يقوموا بعمل ما فأن الصين ستحميهم اقتصاديا وروسيا ستساعدهم عسكريا إلى آخره. وهذا ما حدث في الواقع مع مالي، مع بوركينا فاسو، سبقتهم جمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر والآن الجابون، وحسب رأيي ستستمر السلسلة، وحتى دول وعواصم الآن في الإكواس تقرع طبول الحرب لأنها ضد الانقلاب، لأنها خائفة لبعضها في حالة تبعية، خائفة على مستقبلها، من وهي على فكرة غير ديمقراطية، يعني أعتقد غانا شاهدة بانقلاب عسكري. نحن أمام موجة جديدة من التحرر من التبعية، وطبعا الخاسر الأكبر في المنطقة الأفريقية هي فرنسا، وفرنسا لا تستطيع في الواقع أن تعيش بأكثر من إمكانياتها، لأن الاقتصاد الفرنسي هو السابع عالميا، الآن سيصبح سنة 2030 رقم 10، يعني 2030 الاقتصاد البرازيلي أو إندونيسيا ستتجاوز الاقتصاد الفرنسي وهو في حالة انحطاط كبير جدا، اللغة الفرنسية هي رقم 17 عالميا وتتقهقر سنويا. إذن فرنسا الإمبراطورية في بداية القرن العشرين هذه انتهت منذ الحرب العالمية الثانية، لا تستطيع أن تحافظ على نفوذها لأن القوى الاقتصادية الصينية، الصين دخلت وكسبت قلوب الأفارقة بالتمويلات وبالمشاريع وبالتقديم. الصين لم تحتل دول أفريقية، لم تعذب، لا توجد ذاكرة دم، لم تقتل 1.5 مليون شهيد في الجزائر وفي عواصم أفريقية كثيرة جدا، لم تبيد قبائل كاملة وأثنية كاملة في سبيل مصالحها. إذن فما اتجاه نحو الصين، نحو روسيا، نحو عالم متعدد الأقطاب، هذه فرصة ذهبية تخلقها العلاقات الدولية اليوم، يستثمرها هؤلاء الشباب في الجيوش التي تتمرد كما قلت على حالة التبعية وحالة الفساد التي تنخل. يعني من يصدق أن علي بانجو وابن عمر بانجو 56 سنة عائلة تحكم 56 سنة في الجابون، وزوجته فرنسية وأبوها رجل أعمال فرنسي، والشركات الفرنسية تنهب وترتع نهبا وسرقة لثروات الشعب الجابوني، من يصدق أن هذا نظام ديمقراطي وصل إلى الحكم عبر صناديق الانتخابات وعبر حب الشعب؟ من يصدق ذلك؟ لا أحد يصدق ذلك. العالم عالم مصالح، لكن للأسف الشديد عواصم غربية على رأس فرنسا يقرعون طبول الحرب من أجل مصالحهم، لكن يرفعون شعارات زائفة وهي الحرية والديمقراطية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف السويسرية، كنت معي عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لي على هذه المداخلة.